السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد. يا أخوان أنا اليوم نزلت على سوق البلد، هيني سوق الحمام. طبعا سوق الحمام يا أخوان فاضي، عندك كان سوق الكلاب، كان دائما الكلاب تمام. طبعا السوق فاضي يا أخواني، ولا حد موجود، يعني والله ما أنا عارف شو هذا الحكي اللي بيصير صراحة، مش عارف يعني، بس وضع السوق بالمرة. يعطيكم العافية شباب، وضع السوق بالمرة، يعني في ناس كثير تسترزق منه وعلى الفاضي. هاي قهاوي فاتحة، طبعا سامحين يعني مسموح للقهاوي تفتح بس عندك هان بس، بينما السوق بشكل كامل مسكر تمام. هذه هي فاصلة العرض يا اخوان، شوفوا هاي السوق بلشنا فيه احنا، عشان وعدناكم ننزل لكم على السوق، لكن عشان ظروف الكورونا يعني مسكر كامل. دائما هاني يا اخوان ما بتقدر تمرق منه نهائي نهائي، ما بتقدر تمرق منه، دائما بكون عبيان ناس، بس بسبب ظروف كورونا السوق سكر. اول جمعتين كان فاتح اموره تمام، لكن انا شايف الوضع انه مش هو لابد. يعني بالمناسبة يعني بحب أحكي شغلة، إحنا يعني في موضوع أو في مكان حساس جدا، يعني من ناحية إنه في ناس كثير تسترزق من هالمكان، فهذا الحكي ما بصير قطعا قطعا ما بصير تمام. بس يلا الحمد لله على كل شيء، الحياة يعني بتوقفش على بيع ومشترى تمام، ما بتوقف بتوقفش على بيع ومشترى، أهم إشي يعني البلد تصحى وتصير الأمور تمام والناس ترجع إن شاء الله لأعمالها ولا شغلها، وترجع كمان السوق يفتح إن شاء الله عن قريب، والله يهونها إن شاء الله على الجميع. طبعا زي ما قلنا في ناس كتير مسترزقة من الشغلة هاي، لكن شو بده يسوي، بعين الله إن شاء الله الأمور بتهون وبتكون الأمور تمام إن شاء الله. هيك حبايبي بنكون غطينا موضوع سوق الحمام، وبنرجع لكم على فيديو على السطح. شباب بما انه رحنا على السوق وما لقينا السوق فاتح تمام، اجينا هون عند قهوة احمد ابو عريضة، ما شاء الله في اشي جميل، شوفوا صلاة النبي، شغلات حلوة شغلات جميلة، اشي بجنن ما شاء الله. شوف البرامج الكينج السيكيات سوري ما شاء الله، شوف المزهوة صلاة النبي، في شغلات حلوة شغلات جميلة ما شاء الله. شوفوا طبعا يا اخوان هذه قهوة تمام، هذه قهوة شوفوا ما شاء الله تمام، شوف القهوة ما شاء الله، شوية حمام جميل. عندنا بالاردن حمام حلوة يا اخوان، بيجي بقول لك حمام الشام، عندنا حمام الاردن كمان تمام، ما حدش يجي يقول لك، ما حدا ياخذ فكرة عن حمام الشام بس يعني حمام الشام، لا في عندنا حمام الاردن، في عندنا حمام كثير جميله في الاردن تمام. صاحب القهوه مش موجود حتى نحكي معاه، استاذنا من الشباب نصور لكم تصوير عادي، لكن زي ما بقولوا في حمام الشام في حمام الاردن، وفيش احلى من حمام الاردن يا اخوان. شوفوا ما شاء الله، شوفوا المغبر، شوفوا القرقاطي، شوفوا ما شاء الله اشي جميل واشي عالمي ما شاء الله عليه. شوف ما شاء الله مزهورات نوريات ما شاء الله، صلاة النبي اللهم زد وبارك، شوفوا ما شاء الله شيء كثير جميل. وين؟ ما فيش حل بده يحكي، ما في حل بده يحكي، ما في حل بده يحكي، ماشي ماشي اسمع خليه انا عشان اصور النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم جينا لكم في يوم عالمي وفريد من نوعه، اللي هو اليوم احنا بقهوة من قهاوي عمان، عند حمام من حمام عمان، حمام الأردن، ولا طير برا الأردن، الحمد لله عندنا حمام. حبينا نصور لكم نقول لكم إنه في عندنا حمام في البلد، فيش عندنا إشي برا البلد، كل شيء جميل وكل شيء حلو. احنا اليوم بقهوة أحمد أبو عريضة، تفضل معنا أبو. أبو
محمد. ها اللهم صل على سيدنا محمد. يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك. احكي لنا شوي عن الحمام واحكي لنا عن بدايه القهاوي في الاردن اذا عندك معلومات. عندي معلومات. بدايه القهاوي تقريبا بدك تحكي بلشت بال 78 بال 79 بدايه القهاوي بعمان. تمام. وكان الناس تتربي عندها ببيوت زق وما كان هالكم يعني من الناس، فانتشرت الشغلة كثيرة، وعنا مربيين وعنا ناس زقيقة وعنا حمام منيحة في البلد. طيب شو بتحكي على حمام الشام يلي دائما بفضلوها على حمام الأردن؟ في منيح، في ناس بحب هذا وفي ناس بحب هذا، بس احنا المرغوب عنا بشكل عام. إذا كان في حمامات بلد وفراخ حياة وقوايا مرغوب أكثر من الطير الشام. يا عيني عليك. طب كجمال في عندنا جماليات؟ عندنا جماليات وعندنا مربيين وعندنا حمام. ما شاء الله. أنا شايف والله، أنا شايف يا إخوان. فهاي حلقتنا يا إخوان تختص إنه إحنا في عندنا حمام، مش كل شيء إحنا ما بنذم بحمام خارجية، لكن إحنا بنحكي في عندنا حمام ما شاء الله. تعالوا انزلوا انزلوا على البلد على عمان، في عندنا قهاوي كثير كبيرة، في عندنا قهاوي كثير فيها شغلات حلوة ما شاء الله. طب لو بدنا نيجي نلفت لففنا على شوية حمام من عندك تعطينا شوية معلومات عليها بتقدر؟ تفضل. مسكر هذا الحمامات من إربد والزرقة. تمام. عندنا حمامات هون من إربد. تمام. طيب هون من عمان حمامات. هاي حمام عمان. هاي حمام عمان ما شاء الله. ما شاء الله. تعال تفضل معنا. طيب بدي أسألك سؤال بس. تفضل. بنفترض ان انا بعرفش بالانواع. تعال شباب ورجوا الشباب. تعال جاي هيك ابو محمد. نفترض انا بعرفش في الانواع، شو هدول الجوز؟ في الناس اسعار هدول بنحكي لهم زهورات صفر. صفر مواصفات جميله ولا متوسطه ولا متوسطه؟ متوسطه، لانه في اجمل درجات وفي اقل درجات. تمام. خلينا بهدول. هذا ايش بيحكوا له؟ صحيح هذا ايش هذا بيحكوا له؟ بلندي ابيض. تمام. واللي بجنبه طيره زيه نفس النوع بولنديه. طيب بس عندي سؤال، الانجليزي شو بفرق عن البولندي؟ بيجي ريشه رجلين. ريشه رجلين اطول. بيجي على ريش. تمام. اللي فوق شو سوري شو هدول؟ هدول بنحكي لهم شكال سود كنجات. كنجات شكال. تمام. هاي مواصفاتهم الطبيعيه دائما صح؟ لازم يجي هيك كل هاي متوسطه؟ متوسطه. هاي متوسطه. في اعلى؟ في اجمل. الاعلى اللي هناك شفناهم هناك. شفنا واحد هناك. تمام. طيب بتفرجينا ايش هان؟ هاي حمام وين طايره هاي؟ هذول حمامات من إربد. والله يا اخوان في عندنا حمام، ليش كذا؟ عندنا ما شاء الله. ما شاء الله. عندنا شويه حمامات مرتبه. مربيين وعندنا حمامات جميله كثير. ما شاء الله، والله عندنا يا عمي ليش ما عندنا؟ ركز شوي، احنا نروح نكمل هناك تلحقنا يا زهري. زي هدول، خلينا نحكي على هدول شوي. تعال شوف هاي. ابو محمد هذا مواصفاته شو البرامي؟ هذا جيد. الكينج الاسود. ايوه هذا جيد، بس في كمان اميز. في اجمل منه عندكم هان؟ عندنا هون لا ما شاء الله، بس في عند الناس مربيين على سطيح اجمل. بس ما شاء الله. تعال على السيكيات يا اخوان، امبارح شرحت لكم على السيكي عندي. طبعا هاي نوع من انواع السيكيات، سيكي اسود يا اخوان. طبعا جاي شايفين كيف اعلى من اللي عندي، مستوى اعلى من اللي عندي. اذا عندي جاي تقريبا بذره بلديه بين البلديه وبين الكنجات. تمام. طبعا في منه بيجي على بلديه وفي منه بيجي على كينج وفي بيجي منه اصغر حجم شوي. صحيح صحيح. شو في بدك تفرجينا كمان؟ طيب شباب، هون احنا قطع معانا التسجيل الصوت واضطرينا انه نكمل بدون صوت حاليا، فانا قاعد بسجل لكم على الصوت. هنا يا اخوان عندنا صار طلعنا على الطابق الثاني. الطابق الثاني عباره عن حمام ما شاء الله، كل شيء جميل فيها، كل شيء مرتب فيها ما شاء الله. سيبكم من الفوكس، الفوكس ضعيف لانه ما كان حدا معي بيصور زي العالم صراحه، اعذروني على التصوير الضعيف، لكن الفكره انه حاولنا نحل مشكله الصوت. انا هسه قاعد بعلق لكم بصوت خارجي. تمام. هون يا اخوان اجينا ما شاء الله لقينا الشرح، قلنا للزلمه ابو محمد يشرح لنا عن مواصفات المطوق والابلق الاحمر، بس جذبني بين الاحمر انه في عندك الوان من الاحمر، في اللون الغامق وفي اللون الفاتح. طبعا اللون الفاتح يا اخوان بزره بتهيأ لي، انا زمان ما شفت زيها. طبعا هذا الابلق الاحمر هذا هو قدامنا، وعندك في ابلق ازرق. زي ما في شباب سالوني قالوا لي شو هو الطير او شو مواصفات الابلق او شو بفرق الابلق عن المطوق.
تمام. فهي عنده لطشتين على الرقبة مش طوق، الطوق بيختلف، الطوق بيجي على المطوق ليس على الأبلق، الأبلق بيجي لطشتين على الرقبة زي ما زي ما أنتم شايفين. طبعا بجنبه قرقاطي وجنبه بربريسي وبجنبه نوري، وعندك هاي مسود قراقطة وراه، وعندك في أبلق ثاني وراه وبربريسي أصفر. طبعا إحنا إيش قاعدين بنحكي لكم بعض الأنواع لبعض الناس يلي برضو سألوني قالوا لنا عملنا حلقة على أنواع الطيور، تمام. هذا النوع من أنواع المطويق، يعني هذا الطوق مش 100% لكن مطوق، هيك المطوق بيجي تقريبا، طبعا زي ما قلت لكم تقريبا بيجي طوق يا أخوان، لكن هذا يعتبر من أنواع المطويق، تمام. طبعا المطويق مش كلهم زي هيك يا غوالي، طبعا في مطويق مستويات عالية، تمام. عندك هنا شفنا مسود أصفر ما شاء الله يا اخوان، هاي البزرة يعني من البزر القديمة، هسه مسويد الصفر تبعت الايام هاي بيجي قد البربريسي او زي المصري الاحمر بيجي او المصري الاصفر، لكن بزرة المسويد هاي ما شاء الله عليها بزرة حلوة وبزرة جميلة وتعتبر من البزرة القديمة، لكن يعني انك تلقى منه في الاردن والله اشي جميل صراحة وصدقا وامانة. طبعا ابرش يا اخوان زي ما قلنا كل ابرش هيك بيجي، تمام. يمكن في له مسميات ثانيه ما بعرف، وراه مسود احمر، شوف المسود الحمر كيف. طبعا هاي البذره المعروفه المتعارف عليها، لكن انت بتحكي عن بذره المسود الاصفر اللي ورا شيء جميل. هاي عندكم براملي وعندكم بوز وعندكم تكلجي وعندكم نوري اسود وعندكم اللهم صل على سيدنا محمد، في عندكم بربريس احمر هي على الارض، في عندنا حمام جميله يا اخوان، الحمام جميله، لكن انت بتحكي عن حمام محطوطه بقهوه، تعا شوفها وهي بتاكل، تعا شوفها وهي بتلعب ما شاء الله. طبعا عندك فوق بولندي او انجليزي، بولندي ابيض، وعندنا بواز جميله، تشوف الطباشير الاصفر ما شاء الله، عنده ديل جميل، قصه جميله، كل شيء فيه جميل ما شاء الله. مزهورات الحمر طبعا والقراقطه بتيجي يعني باشكالها والوانها. الفكره انه يا اخوان عندنا حمام، يعني لما بيجي لك واحد بيقول عندنا فيش عندنا بالاردن حمام، لا والله عندنا، عندنا بالأردن حمام، لكن إحنا مشكلتنا ما بنطلع برا البلد، ما بنطلع. فإحنا مشكلتنا إذا بدنا نصدر لواحد بنجيب له من سوريا أو من لبنان وبنطلع له إياها. طب ليش ما تجرب تطلع من بزرتك هنا في الأرض يعني في الأردن؟ طبعا هدول بلديات أسود بلدي يا أخوان بيحكوا له. وهنا شفنا مسود قراقطة يا أخوان عالمي، بس الله لا يوفقك اللي بتصور، مش مصور منيح، الله لا يوفقك إلهي، مش مشكلة، المهم هاي زبط التصوير ما شاء الله. مسود قراقطة يا أخوان إشي بجنن صراحة وصدقا وأمانة، مسود جميل جدا جدا جدا. وبنشكر الشباب يعني سمحوا لنا نصور عندهم بعد ما نزلنا على السوق وما لقينا إشي. هذول المزهورة الأرباشات يا أخوان بزرة ألمانية شيء جميل، وعندك موزانيات هذول بزرة طيرة حلوة، بزرة قديمة طيرة بلدية جاية، بزرة بلدية تمام، فحل مختلف عنها تماما، شوف الطيرة لما تنزل كيف، يعني اشي منيح، يعني بتحكي عن بزرة حلوة تمام، كبزرة بلدية تمام. هذول الصراحة ما عرفت شو انواعهم، هم المانيات فرنسيات هولنديات صراحة ما عرفت عشان اكون معكم صريح. هسه هيك احنا نزلنا من الطابق الثاني، نزلنا على الطابق على منطقة ثانية بنفس القهوة، يعني زي ما بحكوها مساحة ثانية بنفس القهوة. شوفوا أرباشات يا أخوان، في عندك دبابنا كثير جميلة، وفي عندك بخاريات، شفنا بخاريات، شفنا شغلات كثير، شكالي السود بزرتهم حلوة، تقطعتهم حلوة، وشغلات عندهم فراخ كان ما شاء الله عليهم، مسويد هدول كان عندهم بيض، يعني حمام شغالة، كله شغال ما شاء الله، إشي والله برفع الرأس. عندنا حمام حلوة، عندنا حمام جميلة، عندنا شغلات بتجنن، يعني إشي لا يوصف، إشي جميل صراحة، يعني بدك تيجي وتشوف، انزل على البلد، انزل على قهاوي، القهاوي تبع السندباد والشغلات هاي. طبعا يا اخوان هاي القهوة كان اسمها غالب، قهوة غالب للطيور، كان فيها مزادات يعني اللي بيعرفها واللي ما بيعرفها، هاي اللي انباع فيها الطيرة البلقة الزرقة انباعت 3000 اتوقع 3000 دينار يعني، لكن القهوة هسه اخذوها جماعة ثانيين محترمين ما شاء الله عنهم، احترمونا شربونا قهوة وشربونا شاي ورحبوا فينا كثير وقالوا لنا صوروا اللي بدكم اياه، وبدليل هسه تركونا لحالنا يعني قالوا لنا خذوا راحتكم صوروا شو ما بدكم. جماعة محترمين يا اخوان، راح نحط لكم رقم ابو محمد في الوصف، يلي بده يسأل عن الطيور، الطيور موجودة واسعار منيحة يا اخوان، اسعار يعني ماشي حالها كقهوة بعمان وفي هالمستوى هذا يعني كثير جميلة، كثير كثير جميلة الصراحة. يعني سألت عن طير، سألت عن دباني
أسود دقة راس يا أخي ما شاء الله عليه، كثير جميل جدا جدا جدا، عجبني كثير صراحة، سعره رخيص يعني بالنسبة لنوعه سعره رخيص. طبعا يا أخوان هاي بذرة البلوغ قديمة جدا، شباب تبعين الحمام القديمة راح يوافقوني بالرأي، بذرتها قديمة هاي البذرة، اللون فكرة اللون شوف اللون كيف جاي، هذه ما يعني سبحان الله بحسها أنا قديمة زمان ما شفتها، تمام. بينما اللي فوق يلي فرجناكو إياها أول شيء موجودة كثير منيحة. طبعا عندك مساوير، عندك بلوغ، عندك مطويق، عندك دبابنة، عندك مراس، لا مراس ديات ما شفت، دبابنة، جلوف قراقطة، عندك طباشرة، عندك شخاشلة، عندك أمازونيات، عندك شرابيات، عندك شفنا شرابيات وربشات. واللي عجبني أكثر شيء صراحة وأنا بحب البزرة هاي، عجبني السيكيات يعني اشي فخم صراحة، في سيكي اسود وسيكي ازرق برا، اشي جميل. طبعا هذا يا اخوان الطير من وين اجا؟ هذا اجا من الشقة الثانية تبعت الحمام، جاي ورانا لاحقنا. طبعا الحمام دشر في الشقة الثانية فرجيناكو اياها اول شيء، تمام. هسا بحاول امسكه عشان اوديه غاد، ما بعديها لما شفته الزلمة متنح بدوش يطلع الطير تركته، تمام. لكن يعني احنا حاولنا نغطي لكم موضوع الصوت، انا قاعد بعلق لكم زي بعلق لكم على الفيديو، ركزوا معي، هذا الصوت مش داخل الفيديو، انا قاعد بعلق لكم على الفيديو. لكن يا اخوان والله عندنا حمام ان شاء الله راح نعمل لكم سلسله، اذا حبيتوا الموضوع ننزل على قهاوي عمان نعمل لكم، نصور لكم مع اصحاب القهاوي ونصور لكم الحمام في القهاوي، شوفوا ما شاء الله جوز ما شاء الله شيء جميل. اذا حبيتوا نعمل لكم سلسله وتصوير في القهاوي بس علقوا لي ابو يوسف سوي لنا سلسلة وأنا جاهز إن شاء الله. هي دخلنا على أول قهوة ولسه في قهوة، يعني عدل الزلمة تقريبا 12 قهوة، يعني إحنا في مجمع قهاوي يعني في تقريبا 5000 طير إذا مش أكثر، فإذا حبيتوا حكولنا.